عاداتنا اليومية هي اللي بتحدد مدى نجاح حياتنا، فما بالكم إذا ألزمتوا نفسكم بعادات يومية بسيطة جدا ولكنها رهيبة في تغيير حياتكم للأفضل. اليوم راح أشارك معاكم عادات جدا بسيطة ولكنها فرقت معايا وغيرت حياتي. أترك الجوال قبل ما أنام بساعة وأدون الخطط اللي أنا راح أسويها بكرة من الليل. هذا الشيء حفزني كثير على إني أصحى بدري وأنا يومي مرتب من الليلة السابقة، فهذا الشيء خلى وقتي منظم، خلاني أنجز أكثر. يعني زمان لما كنت ما كنت يعني أكتب الخطط اللي بسويها ثاني يوم، كنت أتكاسل إني أصحى الصباح لأنه ما في شيء شجعني ولا يحفزني إني أصحى وأسوي أو أنجز شيء. حتى هذا الفيديو لو ما خططت له من أمس الليل إني أصوره اليوم، صدقوني راح أظلني أأجله وما راح يتصور. استبدال الصمت بذكر الله. أنا من الناس اللي بنسى أستغفر كثير، وأغلب الوقت وأنا سرحانة في إيش والله ما أدري، فقررت إنه أضبط تفكيري بحيث إنه في الأوقات اللي بكون فيها بشتغل يعني عمل مو لازم تفكير أو بمشي مسافات، فبستبدلها بدل ما أنا ساكتة كده أو بسمع أغاني، بستبدلها إنه أنا بذكر الله كثير، وهذا الشيء خلى إن ذكر الله ما يفارق لساني أبداً. قراءة معلومة جديدة. مستحيل يمر علي يوم بدون ما أقرأ معلومة جديدة. هذا العادة معتمدتها من سنين، وأنا لازم يوميا أقرأ حاجة جديدة وأقرأ معلومة جديدة. هذه العادة اعتمدوها خلال يومكم لأنها بتزيد من ذخيرة معلوماتكم وأيضا ثقافتكم. التخيل، وهذه العادة بمارسها قبل النوم، يعني بتخيل أحلام نفسي أحققها، أشياء تسعدني تعطيني طاقة إيجابية، أحلام كذا مركونة ونفسي أسعى علشان إني أحققها، وأحياناً أتخيل كمان إنه أنا حققتها وخلاص. على قد ما التخيل كبير إلا إنه بيعمل صوت. شنو هذا الصوت؟ فالتخيل مهما كان كبير وصعب إلا إنه بيصنع العجب في حياتنا. وليش اخترت أتخيل قبل النوم تحديداً؟ علشان بتخليني أنام وأنا سعيدة وأحلم أحلام سعيدة وأصحى الصباح وأنا كذا فرحانة وكلي طاقة إيجابية. شرب الماء. ممكن البعض فيكم يقول شرب الماء حاجة جداً سهلة وأصلاً ما تأخذ وقت، مش يعني ومش لازم نحن نحطها من ضمن عاداتنا اليومية. صحيح هي سهلة جداً ولكن الالتزام فيها صعب، لأنه أغلب الوقت بنتكاسل إن احنا نقوم نشرب ماء، خاصة فترة الشتاء. فترة الشتاء ما بنعطش كثير، بينتسي الماء تماماً، بينحذف من الذاكرة. والله يعني أصحى الصباح أشرب ماء، أرجع الليل أقول أنا خلال اليوم أبداً ما شربت ماء. فمن هذا المنطلق أنا ألزمت نفسي بعدة طرق إنه أنا أشرب الماء خلال اليوم. مرات بكون أحياناً لما بنسى كثير خاصة في الشتاء، بضبط أي أبليكيشن بيكون لتذكير بالماء، ويا كثرها في النت وفيكم تبحثوا عنها راح تلاقوها. وأحياناً بربطه بحسب مواعيد الصلاة، مواعيد الأذان، يعني أذان الظهر، أذان المغرب، العصر، العشاء. على هذا الشكل بكون كل أذان بشرب ماء. ورح أعلمكم طريقة حلوة كثير في إنكم تحددوا كم نسبة الماء اللي لازم تشربوها خلال اليوم. رح نقلب لكم دكتور التغذية في لحظة بس. واللي هي تقسموا وزنكم على 30، يعني إذا كان وزنكم مثلا 60 اقسموا على 30 يطلع أنكم كم تشربوا؟ رح تشربوا لترين. إذا كان وزنكم 50-40 كل وزن ولو نسبة ماء معينة بس. وبكذا تكونوا عرفتوا كم نسبة الماء اللي ممكن أنكم تشربوها خلال اليوم. تفريغ الأفكار والملاحظات على الورق وليس على الجوال أو التاب. لما تخرجوا الأفكار من العقل إلى الورق تكون أكثر ثباتاً من أنكم تخرجوها وتحطوها على الجوال. هناك لما بتكتبوا أي حاجة بالدنيا، لما بتكتبوها على طول بترسخ في العقل وبتثبت، عكس لما أنتوا بتكتبوها في الجوال على طول بتنتسي. يعني حتى هي أنا كتبت هذا الشيء، لا أنا نسيته. كمان كتابة الأفكار على الورق بيحجمها وبيصغرها وبيخليكم تقدروا أنكم تطبقوها. وعلى فكرة إذا أنتوا كل ما طرت على بالكم فكرة وجيتوا كتبتوها في الأوراق، رح تجوا بعد فترة وأنتوا كده محتاجين أفكار، محتاجين طبعا بعد كل فترة الإنسان محتاج أفكار يجدد فيها، خاصة في صناع المحتوى بيكونوا حابين أفكار جديدة وبيكونوا هم أريد نحن بنمشي
كصانعة محتوى بتكلم لكم، بمشي وأنا بدون الأفكار. فبعد فترة لما بجي بكون خلصت أفكاري اللي أنا بكون حابة أني أطبقها، وبجي بدور على الأفكار اللي أنا كاتبتها، بكتشف أنه أنا كاتبة كم كبير من الأفكار. وهذا الشيء بيساعدني كثير في صناعة المحتوى سواء على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كل فكرة طرت على بالكم ودونتوها بدفتر ملاحظاتكم ورجعتوا لها بعد فترة، رح تلاقوا عندكم مخزون كبير من الأفكار. ابتسم الصباح أول ما أصحى من النوم. في بعض الناس لما بيصحوا الصباح من النوم وجوههم جدا مكشرة، يعني لو قلت لهم صباح الخير ممكن يعطوكم بوكس، حرفيا وجوههم جدا غاضبة كذا. تدرون هذا ليش؟ هذا انعكاس أفكارهم قبل النوم، وهذا الشيء اللي بيرجعنا لنقطة إن دائما فكروا بأفكار إيجابية قبل ما تنام. وكمان دائما بصبح على نفسي في المراية، يعني بقول لك نفسي كلمات إيجابية، أفرح نفسي الصباح وأصبح على نفسي وأبدأ يومي وأنا كل طاقة إيجابية وأنا مبسوطة وفرحانة ورايقة، وبعدين اللي يصير خلال يوم يصير. قراءة القرآن الكريم، عشان أكون معكم صريحة، أنا مو منضبط على قراءة القرآن الكريم. ليش؟ لأن بسبب ضغوطات الحياة، بسبب الانشغال، عقلي دائما بيفكر أوكي لازم أشتغل هذا ولازم، يعني في معايا مشاغل كثير ألهتني عن قراءة القرآن. برجع البيت مثلا بكون تعبانة، ما بيكون حتى حسي إنه يلا بصلي وبروح أنام أو بروح أكل وبروح أكمل عمل، فعندي ضغط كبير. ولكني من فترة جدا طويلة ألزمت نفسي، يعني إلزام لازم يوميا مهما كنت مضغوطة مهما كنت مشغولة لازم أقرأ من القرآن كم صفحة، علشان ما أهجر القرآن وعلشان الله ينور حياتي. وأصلا لما بقرأ القرآن بحس براحة نفسية عجيبة، والله يخليني مستمرة على هذه العادة مدى الحياة. وبس كانت هذه العادات اللي غيرت حياتي. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الصغير عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله، ولا تنسوا كمان تعملوا لايك لهذا الفيديو وتشاركوه إذا حبيتوا. وبس والله أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.